اهلا 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 بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. طبعا دي اخر حلقه قبل اجازه العيد، فنتمنى كده ليكم باذن الله عيد اضحى مبارك لينا والمصر والكل الانسانيه، يعني بصرف النظر مين فين بيعبد ربنا ازاي، يا رب كل الاعياد تبقى جيده على كل البشريه. النهارده كان في حدث مهم جدا جدا جدا، انا واحد من الناس اللي تهتم جدا بصراحه بالنوع ده من الأحداث، من النوع ده من التطورات اللي بتحصل في مصر. فخامة الرئيس النهاردة افتتح عدد من مشروعات مصر الرقمية. طيب طبعا أظن حضراتكم يمكن تابعتوا الصبح المؤتمر اللي كان معمول في المنارة ومسألة مصر الرقمية. مصر الرقمية دي خلي بالك، أنا فاكر كنت في زيارة لإحدى الدول الشقيقة، الإمارات العربية المتحدة الحقيقة، وكنت مبسوط جدا. الكلام ده كان قبل الإخوان على طول، كنا في منتدى صحافة دبي بالتحديد، وكان الناس الحقيقة مشكورين يعني، وجهوا لي دعوة فسافرت ورحت وكنت مبسوط جدا هناك. لاحظت مسألة الرقمنة واسعة النطاق اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرحت وانبسطت وآخر جمال، وكنت يعني فخور بأنه دولة عربية عندها المستوى ده من التعامل التكنولوجي. بس برضو ما أنا في النهاية خالص برضو عندي كده إيه الغيرة الوطنية، اللي هو إيه يعني يبقى الحاجات دي موجودة هنا وعند الأشقاء ومش موجودة عندنا؟ طب يا ترى هل ترى هيبقى موجود عندنا إمتى وإزاي؟ طب ما إحنا برضو الحمل عندنا تقيل، الدولة من حيث المساحة أكبر وبالتالي محتاجة بنية أساسية كبيرة جدا مكلفة جدا، أعداد الاستخدامات أو أعداد المستخدمين عندنا بطبيعة الحال لأي خدمة من الخدمات الرقمية هتبقى بالتأكيد أضعاف مضاعفة اللي موجودة، إحنا 100 مليون بني آدم. طب وهكذا حلمت، زي ما دايما أقعد أقول لكم كده حلمت، والحمد لله والشكر لله الحلم أصبح بيترجم واحدة واحدة. الحلم بيترجم من 2014 بخطوات واثقة بس مكتملة كمان، يعني الخطوة واثقة ومكتملة، فيبقى في عندنا منصة رقمية مصرية. وده اللي شهدوا فخامة الرئيس النهاردة خلال الافتتاح، إطلاق منصة مصر الرقمية. وكمان الرئيس كما جرت العادة يفتتح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرنس، زي ما تعودنا من فخامة الرئيس ليس مشروع واحد ولا اثنان بل عدد، منها محطات إنزال الكابلات البحرية في راس غارب والزعفرانة وسيدي كرير، وافتتاح مركز البيانات الدولي في القاهرة، ومدارس مصر للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ودي حلوة قوي بالمناسبة، دي بتأهلك بعد كده لدراسة التكنولوجيا في الكليات التقنية في مصر وخارج مصر وانت ملو هدومك وميت فل و14. كمان مراكز إبداع مصر الرقمية، ودي عايزين نبقى نتكلم عليها شويتين، وتطوير متحف البريد المصري. خلال كلمة فخامة الرئيس أوضح أن تكلفة إنشاء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية، الحي الحكومي بس، حي حكومي إداري مميكن، يكلف الدولة 100 مليار جنيه مصري. هنا مش هقدر أقولك فقط لغير، لأنه الدولة مستمرة طول الوقت في البناء، مستمرة طول الوقت في التطوير، رقم ضخم في الآخر يفيد كل المصريين. بالمناسبة ده بيوفر عملية متقدمة لبيئة العمل في الدولة المصرية. خلونا نسمع مقتطف من كلمة فخامة الرئيس ونرجع نكمل الكلام. أنا لا أبالغ لو قلت لكم إن إحنا عشان نخلي الحي الحكومي، مش كده يا دكتور مصطفى، الحي الحكومي حي مميكن بشكل يوفر عمل متقدم جدا للدولة المصرية، سواء بإن إحنا عملنا مراكز البيانات أو الجزء اللي اتعمل للـ50 ألف موظف على الأقل اللي احنا كلمنا عليهم، ثم الشبكة بتاعتهم المؤمنة، أنا مش هكون مبالغ لو قلت إن الرقم، وطبعا المراكز الأخرى اللي مش كده، أنتوا بتتكلموا في 100 مليار جنيه، أنا لا أبالغ، بس أنا عارف الرقم ده جنب الرقم ده جنب الرقم ده، عشان كده قلت لك إيه الرقم كام. ليه بقول كده؟ عشان نقول إن الدولة المصرية لما تيجي تعمل موضوع زي ده عشان تحول الدولة وأدائها من دولة كانت بتشتغل ورقي إلى أن هي تتكلم رقمي،
ثم بنتكلم على ان احنا واحنا شغالين دلوقتي بنعمل الذكاء الصناعي حتى يتم ان يبقى في جزء من العمل اللي بيتم بالذكاء الاصطناعي، صح كده؟ صح كده. كام وكلفنا كام؟ خد بالك التكلفة هنا قدام الناتج، يعني التكلفة 100 مليار جنيه للحي الحكومي المميكن اللي ببنية تكنولوجية متقدمة جدا بيوفر بيئة عمل عاملة ازاي ويوصلنا بعد كده كمان ده لفين. لكن خليني بعد إذن حضراتكم ناخد معانا على التليفون دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا 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 يا فندم. اهلا بحضرتك يوسف بيه، بشكر جدا على الاستضافه الكريمه وتحياتي واحترامي للمشاهدين الكرام. لا يا فندم ده احنا سعداء جدا ومتشرفين بالاستضافه عبر التليفون، الى ان نلتقي في يوم من الايام اما في مكتبكم العامر اللي غالبا هيبقى هناك في الحي الحكومي بقى في العاصمه الجديده. ربنا يخليك يا دكتور. يمكن النهارده كان مؤتمر كبير جدا ضخم جدا هام جدا من خلاله تم اطلاق منصه مصر الرقميه بخير باذن الله والعديد من المشروعات، ومهم ان احنا نفهم اكتر من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد اهمية المشروعات اللي تم اطلاقها وافتتاحها النهاردة مع سيادة الرئيس. بالفعل يا فندم، يعني النهاردة يوم اعتبره يوم مهم جدا في يعني قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. السيد رئيس الجمهورية تفضل بتشريف يعني الحدث اللي اقامته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتتاح 20 مشروع. هذه المشروعات تنقسم إلى مجموعة محاور هي تمثل استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأهم مستهدفاتها. أول يعني هدف يمكن أنا حاولت أشرح هذا في يعني كلمتي الصبحية أمام سيادة فخامة الرئيس. أول هدف لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تتعاون مع باقي جهات الدولة في أنها تقدم للمواطن المصري خدمات ميسرة سهلة محوكمة يتحصل عليها بشكل سهل وكريم يليق بمواطنينا. فبدأنا يعني منظومة ضخمة جدا لربط قواعد بيانات الحكومة المصرية ببعض، إقامة مراكز بيانات عملاقة، إقامة شبكة مغلقة ل 33 ألف مبنى حكومي، إقامة منظومة رقمية لتبادل البيانات بين جهات الدولة وبعضها اللي بنسميه المحول الرقمي، ثم منصة لتقديم هذه الخدمات. المنصة تتيح النهاردة حوالي 138 خدمة. الخدمات اللي كان المواطن يعني يضطر إلى أنه يقف في طوابير ويتوجه مرة واثنين وثلاثة لجهة حكومية لكي يتلقاها أصبح النهاردة ممكن يتلقاها من خلال المنصة، من خلال مكتب البريد، من خلال اتصال تليفوني. فالحقيقة دي يعني بنعتبرها نقلة نوعية في قدرة الدولة على أن تقدم خدمات للمواطن تليق به وتيسر عليه يعني هذا الامر المهم. انا عايز اجدد رخصه سيارتي مثلا، عايز اقدم على بطاقه تموين او اضيف فرد في اسرتي في بطاقه تموين او اتعرف على معاشي او الى اخره. كل هذه الخدمات استطيع، او اقدم على رخصه مزرعه دواجن او يعني مجموعه ضخمه من الخدمات. زي ما قلت لسيادتك اعمل توكيل، يعني انا بقى انا بقول الخدمات اللي هي يمكن عدد كبير من المواطنين بيحتاج الى تلقيها. كل هذا يمكن ان يتم من خلال منصه مصر الرقميه. ده كان اول شق في يعني حدث اليوم، وزي ما قلت لسيادتك مرتبط باول هدف من اهداف وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهدف الثاني هو تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية واستمرارية وثبات. دي الحقيقة تنقسم إلى قسمين، يعني إحنا في مصر يعني مصر دولة من أكبر دول العالم كممر للبيانات، وأكثر من 90% من البيانات التي يعني تنقل ما بين قارتي آسيا وأوروبا تنقل من خلال الأراضي والبحار المصرية. لذا كان لابد أن احنا يعني نثبت هذا المركز الاستراتيجي اللي ربنا حبانا به من خلال موقعنا الجغرافي المتفرد. بدأنا بتدعيم البنية المعلوماتية اللي بـ 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 تمرر هذه الكابلات
هذه البيانات آسف، لكي يعني نتيح خدمات إنترنت ثابتة ومستقرة للدول اللي بتعتمد علينا في هذا في هذه الخدمة. كان لدينا مسارات داخل الأراضي المصرية اللي بتمر من خلال هذه البيانات. في خلال العشرين ثلاثين سنة الماضية أنشأنا ست مسارات بطول 2700 كيلومتر. في العامين الماضيين فقط أنشأنا خمس مسارات جديدة بطول 2650 كيلومتر. يعني ما أنشئ في 20 سنة أو أكثر أنشئ في عامين مثله. حلو جدا جدا. باستثمارات هي ضخمة قدرها مليار و100 مليون جنيه. كان لدينا تسع محطات إنزال تستقبل مليار و100 مليون. مليار و100 مليون جنيه. كان لدينا ست محطات إنزال بنيت في خلال 20 سنة، بنينا ثلاث محطات إنزال جديدة في السنتين الأخيرة. الافتتاح الثاني في هذا السياق كان يعني نقلة من كون مصر دولة تمرر البيانات الدولية إلى دولة تستضيف هذه البيانات لديها وتضفي عليها قيمة. بالتالي أنشأنا مركز بيانات تجاري ضخم في القرية الذكية، شركة مصرية للاتصالات أنشأته لكي يستضيف هذه البيانات. إن شاء الله الكلفة الإجمالية لهذا المركز بعد إتمامه 2.4 مليار جنيه. حلو جدا جدا جدا. ده الحقيقة كان مجموعة من الافتتاحات، محطات الإنزال الجديدة، ثلاث محطات إنزال ومركز البيانات. انتقلت بعد هذا إلى الحديث عن البنية التحتية المحلية، عدد الأبراج التي ننشئها كل عام تضاعف. كنا بننشئ 1200 برج، أصبحنا بننشئ السنة اللي فاتت أنشأنا 2300 برج، يعني ضعف ما أنشئ قبل ذلك. السنة إن شاء الله هننشئ 2800 برج علشان نحسن من خدمات المحمول ومن انتشار هذه الخدمات ومناطق التغطية. أيضا تحدثت عن الإنترنت الثابت وكيف كانت مصر في المركز رقم 40 على مستوى إفريقيا من 43 دولة. النهاردة مصر في المركز الأول منذ بداية عام 2022. عظيم. السرعة كان 5.6 ميجابت ثانية، قفز إلى 41 ميجابت ثانية. فالحقيقة كل ده بينعكس طبعا على أداء الخدمة ومستواها. أيضا تحدثت عن المكاتب البريد، كيف يعني طورنا في خلال ثلاثة أعوام 3370 مكتب من جملة 4000 مكتب من مكاتب البريد. أنشأنا مكاتب جديدة 200 مكتب جديد، أنشأنا مكاتب متحركة للدفع بها في أماكن تشهد الزحمة الموسمية. ثم تحدثت عن مجموعة من المكاتب الأثرية التي لها طبيعة معمارية وتاريخية متفددة، يعني نستعيد أوراقها ونحافظ على قيمتها التاريخية ونعيد افتتاحها. من ضمن هذه الأماكن هو مبنى البريد التاريخي في ميدان العتبة بالقاهرة. ده المبنى الأشهر، ده اللي من عنده بتتحسب المسافات من القاهرة لبقية المحافظات. بالضبط، ده بالضبط يعني معلومة دقيقة. ده من عنده المسافات بتتحسب عندها لما حضرتك تكون في أي طريق سفر داخل مصر يقول لك القاهرة 90 كيلو، هي بتقاس من قبة مبنى البريد بالعتبة. كان داخل مبنى البريد بالعتبة متحف يعني افتتح سنة 1940 في قاعتين. طورنا المبنى وزودنا عدد القاعات من قاعتين إلى 13 قاعة، استخرجنا قطع أثرية كانت يعني مهملة في مخازن، أصلحنا الساعة التاريخية الأيقونية الموجودة في صدر المبنى. ويعني سيد الرئيس تفضل بافتتاح المتحف بعد تطويره. انتقلنا بعد هذا الى يعني الهدف الثالث من اهداف استراتيجية الوزارة، وهو دعم شبابنا ومساندته في رفع كفاءته المهارية لكي ينافس في سوق العمل المحلي والدولي بكفاءة وفعالية من خلال دورات تدريبية متعددة تناسب كل أطياف شبابنا، وأيضا دعم رعاية الإبداع والفكر الابتكاري. أيوة. لدى رواد الأعمال من خلال مراكز إبداع.
الدعم في رعايه الابداع يا فندم له سلسله من الخطوات، من اول ما يسمى بمعسكرات العصف الفكري التي تنتج فيها هذه الافكار، ثم تحتاج الى تنقيه وتدريب ويعني تعميق الى ان تصل الى عقد لقاءات للمستثمرين مع شركات يعني رواد الاعمال في هذه الشركات لكي يستثمروا فيها. دوره كان لابد ان احنا نوجد مراكز تقدم هذا الدعم لشبابنا، فبدانا بفكره مراكز ابداع مصر الرقميه كرياتيفا، وقررنا ان يكون لدى كل محافظه من محافظاتنا مركز من مراكز الابداع هذه، لكي يتمكن شباب مصري في كل محافظات الجمهوريه من الذي لديه افكار ويريد ان يحولها الى شركات ويعمل في مجالات رعايه الابداع ان يتوجه الى مراكز ابداع مصر الرقميه، وهناك سيتلقى تدريبا، يتلقى احتضان، يتلقى استضافه في مسرعات الاعمال وهكذا. لما بدانا الحقيقه قررنا ان نبدا بالصعب، قررنا ان نبدا بمحافظات الصعيد، فأقمنا مراكز في أسوان وقنا وسوهاج والمنيا، 4 من 8 في الصعيد. ثم أقمنا في وجه بحري في المنصورة وفي المنوفية، ثم أقمنا في الإسماعيلية لمحافظات القنال، ودول 7 مراكز تفضل السيد الرئيس اليوم أيضا بافتتاحها. المركز الثامن حقيقة له سمة متميزة، لذا يعني أبقيته لحديث منفرد، لانه احنا بدانا في استراتيجيه لاستعاده بعض المباني ذات القيمه التاريخيه والمعماريه المتميزه وترميمها واستعاده يعني هذه القيمه وهذا الرونق والابهه المعمارية والعمق التاريخي، وإعادة توظيفها لكي تصبح مركزا للإبداع الرقمي. لدينا أكثر من مشروع في هذا السياق، أولها كان قصر السلطان حسين كامل في مصر الجديدة، واحد من أروع الله يعني الموجودة في القاهرة، أنشئ سنة 1908 ويجمع بين الطراز الإسلامي الحديث والطراز عصر النهضة الأوروبية. الحقيقة يعني قصر متفرد في رونقه وروعته، الحمد لله يعني رمم القصر بشكل علمي دقيق، استعدنا كل عنصر من عناصره الجمالية، ثم فتحناه لشبابنا لكي يعني يتدربوا فيه، يتلقوا فيه تدريبا ويتلقوا فيه دعم لرعاية الإبداع. فهذا هو مركز قصر السلطان حسين كامل لرعاية الإبداع من ضمن مراكز إبداع مصر الرقمية. وعندنا كمان المدارس يا دكتور، مش عايزين ننساها. لسه كنت جاي بقى فندم، لسه كنت جاي. ده دي حلوة قوي يعني. ده أيضا واحد من أهم المشروعات اللي بعتز بيها، لأنه أيضا نقلة نوعية يا فندم. إن إحنا الفكرة مش افتتاح مدرسة، الفكرة إن إحنا نعيد صياغة الصورة النمطية للتقني في مصر. لكي نتحدث عن شباب متفوق جدا في دراسته الإعدادية، ولكن قرر أن يلتحق بمدارس تكنولوجية في المرحلة الثانوية. شباب طموح، جاد، متفوق، نابه، رائع الحقيقة، واستعرضنا نماذج منهم 3 نماذج وضاء، فتاتان وفتى يعني أفخر بأنهم من أبناء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يدرسون في مدارس وبالتكنولوجيا التطبيقية. يعني أنشأنا 6 مدارس في القاهرة والجيزة والسويس والمنيا والمنصورة، 6 مدارس موزعة في أنحاء الجمهورية لتلقي شبابنا النابه الذين يرغبون في تعليما تكنولوجيا رفيع المستوى، ثم يدخلون في سوق العمل بعد حصولهم على الثانوية. أيضا تفضل السيد الرئيس بافتتاح هذه المدارس. ويبقى برضو إذا كان حد فيهم عاوز يكمل بعد كده تعليمه الجامعي في الكليات التقنية وفي الجامعة التكنولوجية يقدر يكمل. هو دي نقطة مهمة جدا يا فندم، إنه التعليم أصبح
مساره مرن، بمعنى ان انا فكره ان انا ادخل من اولى ابتدائي حتى احصل على الليسانس او البكالوريوس في مسار متصل، يعني لم يعد هذا هو الاتجاه في العالم كله. صحيح. وكلنا لما بنسافر ساعات بنلتقي بنماذج من الشباب يقول لك والله انا كنت بدرس بس توقفت سنه بشتغل وبعدين هرجع اكمل دراسه، توقفت سنتين وبعدين هكمل دراسه، فمش معنى ان انا يعني دخلت سوق العمل ان انا لا استطيع ان اعود تاني الى الدراسه. هذا هو المرونه دي اصبحت موجوده يعني ومهم جدا ان نوفرها ونتيح. فطبعا هو يستطيع ان هو يتخرج من المدرسه التطبيقيه ويلتحق بجامعه بعد ما يتخرج، او يعمل او يعني يسلك المسلكين بشكل متزامن، يشتغل ويكمل في جامعته. يعني المساله مرنه، وده اللي شبابنا الحقيقه ادركه، وده اللي لان كان هدف اساسي لدخول مدارس المصريه للطلبات او مدارس ويد للتكنولوجيا التطبيقيه التفوق. نحن لا نقبل إلا الطلبة المتفوقين، لأنه إذا كنا هنغير من الصورة النمطية للتقني لابد أن نستهدف شريحة من الطلبة الشباب النابه المتفوق الطموح الجاد. طبعا طبعا طبعا، في يوم من الأيام هيبقى في عندنا MIT بتاعت مصر، هيبقى في عندنا المعهد الفيدرالي السويسري بتاع التكنولوجيا، يعني انا متاكد انه ده هيحصل. طب احنا كده عمليا يا معالي الوزير اصبح في عندي في مصر من البنيه الاساسيه ومن البنيه التكنولوجيه والتعليم التقني ما يسمح لي ان انا ان شاء الله ابقى في الطليعه باذن الله. طبعا البناء القدرات امر يحتاج دائما الى وقت، وبناء الخبرات لا يتأتى في يوم، وإنما هي مسألة تراكمية ويعني تتراتب المراحل فيها وتتساند. فإحنا بدأنا بمسار تدريبي متكامل. أنا عندي مبادرات استعرضتها اليوم في حديثي من أول إعدادي لحد اللي عايز ياخد ماجستير ودكتوراه من جامعة مصر للمعلومات. أيوه. فالمسار التدريبي المتكامل ده الهدف منه أن أتيح فرصة تدريب لكل من يرغب في الالتحاق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علما بأنه تكلفة المسار ده تكلفة عالية ضخمة يعني جدا يا فندم. يعني احنا كنا من 3 سنين موازنة التدريب في وزارة الاتصالات كانت 50 مليون جنيه. السنة المالية اللي انتهت من أيام في يونيو الماضي الموازنة 1.1 مليار جنيه. احنا ضعفنا موازنه التدريب في وزاره الاتصالات 22 ضعف في 3 سنين. هل الطلبه عدد المتدربين 50 ضعف؟ هل الطالب بيتحمل نسبه معينه والوزاره لا يا فندم مفيش. لا احنا كل هذه المبادرات تتحملها الوزاره بالكامل. بعض المبادرات يعني تستلزم اقامه، زي مثلا مبادره بنات مصر الرقميه. بنستقدم بناتنا واولادنا من مختلف المحافظات الى القاهره ويقيموا على نفقه الوزاره في يعني القاهره، وده امر في منتهى الاهميه. ليه؟ لاننا لما حين اطلق مبادره لابد ان اطلقها الى كل شباب المصري. صحيح. دون تمييز بين محافظه او بين اقليم واخر. فعشان اقدر اتيح مبادره زي دي لكل الشباب المصري كان لابد ان انا اجهز مكان للاقامه في القاهره حتى اشجع لا سيما الفتيات، اشجعهم ان يعني ينتقلوا الى القاهره لكي يلتحقوا بالدراسه. ده حلو جدا جدا جدا. طب يمكن الريس في مجمل كلامه مش بس النهارده وفي اكثر من موضع يتحدث دائما انه يا جماعه في الاعلام عرفوا الناس كل حاجه، اطلعوهم على كل شيء، عرفوهم الحقائق طول الوقت. ويمكن ملاحظ انه خلال الايام الاخيره اصبح في عندنا هاشتاج احتوى على اكثر من 1.5 مليون تويته، وده رقم تاريخي، انترنت بلا حدود. وهنا أنا هيبقى مهم عندي إن احنا نعرف من معالي الوزير دكتور عمرو طلعت مسألة إمكانية إنترنت بلا حدود، علما بأنه أنا قادر أتفهم جدا أنه لازم يبقى في عدالة في توزيع أي خدمة في الدنيا. اللي بيدفع مبلغ بياخد خدمة، اللي بيدفع مبلغ أعلى شوية ياخد خدمة قد تكون فيها اختلاف. لكن
مسألة إنترنت بلا حدود يا دكتور عمرو، إيه مستقبلها في مصر؟ هل لدينا في دول الجوار أو دول العالم ما نستطيع إطلاق عليه إنترنت بلا حدود بنفس ذات القيمة السعرية؟ هو فندم زي ما ستك تفضلت، يعني أي خدمة لها مقابل، لأن أي خدمة لها كلفة. فلا يمكن أنه يعني ليس من العدل أن نتيح الخدمة بكثافات مختلفة يعني في أوقات مختلفة وبمعدلات مختلفة دون أن ينعكس هذا على السعر، لأنه هذا أيضا يترتب عليه كلفة. فده كويس. أمر طبيعي. طيب. ده يعني مسألة موجودة في دول كثيرة. يعني أنا بسأل على دليل، لأنه دايما الناس تتهم الإعلام بأنه يا جماعة أنتم ما بتقولوش كل حاجة، فإحنا بنسأل أهو قدام الناس، يعني جلسات الحوار الوطني بتتزع هوا، فما يجراش أنه يبقى في ناس قاعدة مشغولة لدرجة 1.5 مليون تويتة بموضوع وما نجاوبش عليهم. طب هنا يجي سؤال دكتور عمرو، بالبنية التكنولوجية اللي موجودة عندنا وبالبنية التحتية اللي اتعملت في مصر، لماذا لا يتاح الإنترنت بلا حدود مع تحديد التكلفة بتاعته على المواطن أو على المستخدم بمعنى أدق؟ لأنه يعني ساعتها هضطر أن أنا أرفع الكلفة لكي، لأنه هيبقى بلا حدود، فأنا هضع حسابي أنها تبقى كلفة عالية جدا، فهذا ليس عدل لمن لن يستخدمها. كويس. كل واحد يدفع بقدر ما يستخدم زي أي مرفق آخر. طب ما أنا أقول إن أنا عندي إنترنت بلا حدود ودي هتبقى تكلفته كذا لمن يريد، وإنترنت بحدود تانية وده اللي قائم دلوقتي وده تكلفته كذا. يبقى أنا أحسن أبقى عارف أنا هدفع كام وأدفع بقدر استهلاكي، لأنه أنا لو قلت بلا حدود معناه إن أنا هحملك كلفة آخذا في اعتباري إن الاستخدام سيكون بشكل ضخم. ولكن حتى يعني ده هناك ما يسمى سياسة الاستخدام العادل، يعني ما فيش حاجة بلا حدود كده بشكل مطلق، يعني هو دايما هناك سياسة الاستخدام العادل، بمعنى انه اذا يعني حدثت مبالغة فيه ايضا هذا ينعكس على في مسألة العدالة بشكل عام. ممكن يبقى جاي يوسف يقول طب والله يا فندم أنا مستعد أدفع تكلفة اشتراك في إنترنت بلا حدود، أنا رجل نمط حياتي شغلي عملي لا يتحمل إنه يبقى في حد معين، وبالتالي هو أنا عاوز إنترنت مفتوح. إن أنا يعني إن أنا باقات بتصل إلى رقم ضخم جدا في التحميل، ويمكن زيادته ويمكن تجديده إذا نفذ. فيعني الباقات الحالية يعني لا تعيق أحد من إنه يستخدم الإنترنت على النحو الذي يراه. ما هو ده اللي بيقعد يشغل بالي. طب إذا كان الأمر كذلك، تعتقد ليه دكتور الناس مشغولة بده لدرجة 1.5 مليون تويتة؟ يعني مفيش حد أصبح ما بيتكلمش على المسألة. يعني طبعا يعني حاجة الإيجابي فيها إن الناس تعتبر هذه خدمة مهمة ومشغولة بيها ويعني مهتمة بيها، هذا أمر إيجابي. أو أنه عندهم طموح مبني على اللي عملته الوزارة واللي عملته الدولة في البنية الأساسية التكنولوجية في مصر، فمستنيين ما هو أعلى أو أكثر، يعني سقف الطموحات بيعلى دايما. تركزنا يا فندم كما يعني حاولت أن أوضح اليوم، تركزنا هو أن نحقق العدالة الرقمية بإذن الله، أن نتيح هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين. خليتونا نطمح جامد يا دكتور، فاحنا دايما طلباتنا بتزيد. احنا فنم تحت امر المواطن ودايما نسعى لخدمته. احنا تحدثت اليوم عن مشروعات للتوسع في الانترنت، ما انفق 40 مليار جنيه ما سينفق 65 مليار جنيه باذن لكي الله لكي نطور من هذه الخدمه سواء في المدن او في القرى. يعني احنا مشروع حياه كريمه يتضمن توصيل الانترنت الثابت لكل منزل في كل قريه بإذن الله، بإذن الله يوصل للكل. أنا بشكرك جدا يا دكتور، طولت على حضرتك، ألف 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 شكر، شرفتنا بالمكالمة دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نرجع نكمل الكلام بعد الفاصل ولا يا جماعة؟ خد بالك إنه
في جزء برضو كبير جدا من اللي اتكلم عليه الرئيس النهاردة متعلق بمسألة النواحي الإبداعية، وكان في مجموعة من الشبان الحقيقة زي الفل، وده برضو جزء من المبادرات الكتير اللي حصلت من خلال الوزارة، ان احنا في عندنا مبادرات قوية جدا أدت إلى ظهور نماذج لولا دعم الدولة ليهم ودفعهم للأمام ما كناش شفناهم النهاردة وهم قاعدين وبيتكلموا مع الرئيس وجلسة حوارية مفتوحة شفافة. وبالمناسبة ده جزء من منطلقاتي برضو وأنا بسأل معالي الوزير، إنه دايما دايما المناقشة شفافة، لأنه المناقشة الشفافة الواضحة تدفع دايما البلاد للأمام. ما ينفعش يبقى الرأي العام في حتة والناس بتتكلم في حتة والإعلام موجود في حتة تانية خالص، وده اللي احنا بنأكد عليه. لا، هو الإعلام مش موجود في حتة تانية ولا حاجة، ولا الإعلام يصم أذانه ولا حاجة، ولا الإعلام ما بيناقش وما بيقولش سواء المتفق عليه أو المختلف عليه. احنا في وقت احنا في وقت متاح فيه الاختلاف بالكلية، يعني اختلف كيفما شئت ونتناقش ونعرض ونتكلم ونعرض ده على المسؤولين عيانا بيانا على الهوا زي ما حصل قدام حضراتكم. الناس بتتكلم في قصة انترنت بلا حدود، لازم نتكلم مع معالي الوزير في انترنت بلا حدود. لو الناس بتتكلم في موضوع تاني يتعلق بوزارة اخرى هتلاقونا برضو بنتكلم مع معالي الوزير المختص في هذا الموضوع. الاعلام في مصر ما هوش مفصول على الاطلاق عن المواطن. اذا كان مفصولا امال ازاي بنتكلم على الناس من اهالينا وبيبقى في تقارير وبنروح نصور معاهم الناس اللي بتبقى من اهالينا اللي اصحاب يعني شويه يعني طموحات واحلام ومش قادر يحققها، فاكرين السيده اللي كانت عايزه محل الحداده وفاكرين يعني في حاجات كتير جدا احنا طول الوقت بنتكلم. خلوني هرجع بيكم مره تانية على العقول المبدعه البديعه في مصر. شاب رائع عمر عمارة أسس إحدى الشركات التكنولوجية. لو كنت جيت قلت لواحد زي زمان وأنا في الجامعة في النصف الأول من التسعينيات إن إحنا أنا ولا حد من زمايلي هنعمل شركة تكنولوجيا هنقعد نضحك. تكنولوجيا فين يا عم؟ هو أصلا في بنية أساسية تسمح؟ هو في مناخ يسمح؟ هو في مناخ استثماري يسمح؟ هو أنت فاكر نفسك ابن مين؟ ولو هي البلد جاهزة انت فاكر نفسك في امريكا بقى او سيليكون فالي وهنعمل مش عارف ايه؟ عدت الدنيا، يعني الكلام ده عدى عليه ما يزيد على 25 سنة داخلين على 30 سنة من وقت ما انا كنت في الجامعة، واصبح في عندي شبان زي عمر بيأسسوا شركة تكنولوجيا. عمر عمارة معانا على التليفون. ازيك يا عمر؟ اهلا بيك، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ايه احوالك؟ الحمد لله كله تمام. هسألك اسئلة بديهية بسيطة. عندك كم سنة؟ عندي 26 سنة. يا بختك، ربنا يديك الصحة والعمر. الله يخليك. ادفع عمري كله وارجع عندي 26 سنة تاني. اتخرجت من ايه يا عمر؟ اتخرجت علوم تكنولوجيا جامعة في انجلترا. كويس قوي خالص. فانت اتخرجت من جامعة في انجلترا وجيت مصر عاوز تأسس شركة تكنولوجيا هنا؟ بالظبط. انا اشتغلت سنة هناك في بنك في انجلترا. وبعد كده انا وفرح اختي كنا شايفين فرصة في الزراعة كبيرة قوي هنا. حلو. كنا عايزين نرجع بقى ونطبق التكنولوجيا في مجال الزراعه في مصر. جميل. وبعدين خدنا الخطوه دي ورجعنا وابتدينا شغلنا. طبعا ما كانش سهل من الاول، وطبعا زي ما حضرتك قلت يعني انت لما تيجي تفكر في التكنولوجيا بيبقى في حته ثانيه طبعا بره ان انت تفكر فيها، ولكن فعلا انت شفت حجم السوق هنا وحجم مجال زي الزراعه بالذات في مصر، فحسيت ان انت ممكن تعمل حاجه كبيره قوي هنا وتفيد حياه الناس يعني. عظيم. وبعدين لما خدت القرار قول لي، احكي لي يا عمر الحدوته. احكي لك. قول. رجعنا هنا ابتدينا الشركه، طبعا دورنا على مستثمرين، ابتدينا نشوف اصلا الفكره نفسها هتبقى شغاله ازاي، فجربنا كذا حاجه، جربنا نروح للمزارعين ونبيع على طول لمطاعم ونبيع لفنادق ونبيع لكذا، اخذتنا كذا يعني كذا كذا تجربه عشان نلاقي بالظبط اللي يشتغل معانا. ده كان من 2019، بقى لنا دلوقتي حوالي 3 سنين شغالين في الموضوع ده. وصلنا يعني عدد كبير من المطاعم والفنادق والمستشفيات والمدارس. بنشتري من المزارع دي على طول وبنساعد المزارعين ان هم يزودوا دخلهم بحوالي 20%. ليه بنزوده بحوالي 20%؟ عشان بنحاول نقلل الاهدار الفاكهه والخضار اللي ما بين
المزارع نفسه وما بين الشركه. فكل ما قللنا الاهدار ده وكل ما قللنا الناس اللي بتمسك المنتج ده كل ما عرفنا نساعد ونعلي دخل المزارع ونقلل برضو الاسعار للشركات. حلو جدا. وصلنا النهارده ايوه كنت لسه هقول لك لقيت ايه وصلت لحد فين بالظبط. وصلنا النهارده بقينا شغالين في 11 محافظه في مصر ما شاء الله. وعندنا مخازن في العبور وعندنا يعني شغالين بقى مع عملاء في كل فنادق في الغردقه وشرم وفي وكذا سوبر ماركت وكذا مستشفى وكذا مدرسه. بس طيب كويس. لا مش بس لسه الكلام هيطول حبه. قول لي يا عمر دلوقتي عملتوا تقييم للشركه وحجمها وحجم اعمالها؟ قيمه الشركه دلوقتي اصبح فيها رقم ملموس؟ يعني تقدر تقول لي قيمه الشركه بتاعتنا دلوقتي كذا؟ اقدر اقول لك ان احنا على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا دول عرفنا نجذب استثمارات بحوالي 2 مليون دولار. ما شاء الله ما شاء الله. يعني طب كل ده انتوا بتشتغلوا عليه من 2019، ايه اللي شفتوه في مصر مبشر للدرجه دي يخليك تيجي من انجلترا بعد ما اتخرجت واشتغلت شويه لا ده انا هاجي اعمل الشركه في مصر؟ تمام هقول لحضرتك. قول لي. اول حاجه مجال الزراعه. حلو. انت في مصر يعني الزراعه من اكبر حاجات هنا. مجال فعلا كبير قوي ولسه التكنولوجيا ما دخلتش جامد قوي فيه، ففي فرصه كبيره قوي ان انت تعمل فعلا حاجه تفرق في حياه الناس. تمام؟ حلو. تاني حاجه هي ان شفنا مصر ماشيه في انهي اتجاه، ماشيه يعني زي ما حضرتك شفت ممكن النهارده في الافتتاح فعلا مصر رقميه احنا ماشيين في الطريق ده. فكل حاجه بقت فعلا شغالين بتكنولوجيا، بعدين يحسنوا في موضوع التواصل والتواصل ما بين الناس والشركات والتكنولوجيا. فدي حاجه فعلا احنا عارفينها ان فرصتنا ان احنا نخش ونعمل حاجه تفيد بلدنا. كويس قوي. طب عندي سؤال يا عمر ده ليا انا للاستفاده الشخصيه، انت كنت في جامعه ايه في انجلترا؟ جامعه باث، هي حوالي ساعه كده بره لندن. دي مدينه جميله. من احسن المدينه، حلوه مدينه أيوة. تحفه سياحيه عظيمه كمان. بالظبط. انت كانت مده دراستك كام سنه؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين وبعدين بالزبط. بتاخد سنه زياده اظن مش كده؟ ثلاث سنين وبعد كده اشتغلت سنه وبعد كده بقى رجعت. هايل. قول لي عايز انترنت بلا حدود ولا لا؟ نعم؟ عايز انترنت بلا حدود زي الهاشتاج ولا لا؟ طبعا. فعلا عايز فعلا انترنت بلا حدود. ها؟ يعني بص اتفضل. لا قول لي عايز ليه انترنت بلا حدود؟ ما هو بص حضرتك الانترنت يعني طبعا في ناس طبعا بتشوف ان هي ممكن تكون غيرت حياتنا بطريقه مش كويسه قوي، ولكن احنا فعلا لو شفنا الفرص العمل ابتدت عشان الانترنت، شفنا حياة الناس بقت اسهل بطريقه ازاي عشان الانترنت، اللي ممكن ما كانش يقدر يروح شغل ويسافر وينزل كل يوم من بيته بقى عارف يشتغل من البيت ويجتهد، ففعلا غيرت حياتنا يعني. طيب كويس. طب لو اقول لك انترنت بلا حدود هيبقى غالي شويتين عن الاسعار اللي موجوده والمتاحه دلوقتي، موافق؟ بصراحة يعني انا شايف ان هي فعلا الفوائد اللي هتيجي منها هتبقى اعلى بكتير يعني من الاسعار اللي احنا هنضطر ان احنا ندفعها، بس هي فعلا هتغير حياة الناس. هتبقى تغير حياة الناس للدرجة دي؟ عشان انت حضرتك زي ما قلت لك برضه انت لو شفت فعلا الناس غيرت حياتها من ناحية يعني انت بقى عندك ناس في محافظات بره القاهرة ما كانش تقدر ان هي توصل لمجتمعات هنا او توصل لشركات هنا او توصل ان هي تقدر تشتغل في شركات موجوده في امريكا وبره مصر، ففعلا دي غيرت حياه الناس يعني. وكل ما الانترنت اتحسن كل ما انت عرفت تتواصل مع الناس بطريقه افضل كل ما انت عرفت تزود فرص العمل. عمر انا مبسوط وفخور بيك جدا، عقبال ما اشوف ابني زيك كده حقيقي يعني. ابني بيحلم يدرس تكنولوجيا فعشان كده كنت عمال بسالك وانت كنت في جامعه ايه بقى يا عمر وبتاع، فانا يعني بستفيد بشكل شخصي. لا ربنا معاه ان شاء الله. هبقى ابعته لكم في الشركه بقى تدربوه عندكم. والله يا ريت. والله لسه اقول لحضرتك اتكلم معاه في اي وقت برضه. هجيبه لك بس بص بقى لا تاخذك بيه شفقه ولا رحمه. ارجوك. عايز الواد يتعصر كده وينشف. لا تمام.
حبيبي اشكرك يا عمر، الف 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 شكر، كل الفرحه بيك والله من قلبي، كل الفخر ان في عندنا رجاله زي الفل زيك. عمر عماره احد مبدعينا في مصر، نورتنا وشرفتنا وفرحتنا يا عمر. خلونا بقى نروح لتقرير، تقرير من التقارير اللي انا احبها. ليه؟ اقول لك، عشان التقرير ده استعداد لاحتفالات عيد الاضحى المبارك كل سنه وانتم طيبين. وزاره الداخليه بتقول لحضرتك عيد وانبسط وهيص وانت مطمن. الخدمات بتاعت الداخلية على الطرق وفي كل حتة 10 على 10، يعني زي اللي موجود ولا الناس هتبقى مأجزة؟ لا، زي الموجود. ايه دكتور؟ تم تكثيف الخدمات وبالذات على الطرق السريعة. طبعا نصيحة مني والنبي الله يخليك، وانت سايق بلاش يعني تعمل نفسك مايكل شوماخر، سوق بقانون، بالقانون لسلامتك اولا وسلامه الناس اللي حواليك، مش علشان المخالفه. على كل، خلونا نشوف جهود الداخليه علشان تامننا جميعا ومكثفه خدماتها اثناء فتره العيد. كل سنه وانتم طيبين، ونرجع نكمل الكلام. اجراءات امنيه مكثفه وخطط ومتابعات دقيقه اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد. ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية. كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي. وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخرا من الكيلو 101 إلى الكيلو 156، التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات، كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق، ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسية إلى الداعم. ومن الداعم إلى الرئيسية. كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسية، ويكون أمامه 4 اختيارات، إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران، ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس. الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، ويتكون من 4 حارات، ويعمل في الاتجاهين، ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير. ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق. تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريق توضح السرعات واتجاه السير، حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري. كل الاستعدادات موجودة، وكاميرات، وفوق الكوبري تطلع تلاقي ضباط، وفي كل الاتجاهات موجود ضباط. بسم الله ما شاء الله، حاجة ما كناش متوقعينها احنا الاهالي هنا،
وعايشين هنا ما كناش متوقع ان احنا يبقى طريق بالمنظر ده. طريق صراحة مستوى عالي جدا، طريق ليه بالبلد وليه بالساحل الشمالي صراحة. دلوقتي بسم الله ما شاء الله عندنا 70-80 كيلو بنمشيهم كلهم ست حارات، ما فاضلش غير الوصلة بتاعت من الضبعة لغاية مطروح ويبقى الطريق عالمي يعني. وتهيب وزارة الداخلية الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين. في حد نسي الايباد بتاعه هنا يا جماعه او حاجه؟ مش عارف يعني، اول مره الاقي على المكتب ايباد والله. ده حد جايبه لي هديه او حاجه؟ جايبينه لي هديه يا جماعه؟ اه بيقول لي لا ده بتاع الاخبار. معلش كنت هطمع فيه، ما عنديش مشكله، ممكن افضل طمعان فيه. مش راجع، حطه تحت الورق ده. طيب تعالوا بقى ايه، اتكلم كلمتين جد ومهمين. تعالوا نشوف الدنيا في مصر بتمشي ازاي، وتعالى نشوف يا ترى هل ترى ايه الاهميه اللي بتوليها الدوله طول الوقت لفكره الابداع والقوى الناعمه وتنميه العقول وما الى ذلك. هتجد انه الرئيس نفسه يوجه طول الوقت بتنميه الابداع، يوجه طول الوقت بتنميه والعمل والاستثمار في القوى الناعمة المصرية، لأنها جزء رئيسي بل جزء شديد الأهمية من مقومات القوى المصرية وقواها الشاملة عشان تبقى عارف. وبالتالي الرئيس بيوجه في مسألة الاهتمام بالإبداع وبالمبدعين وبالاستثمار فيهم وباكتشاف المواهب الإبداعية وما إلى ذلك. من هذا المنطلق وانطلاقا من توجيهات الرئيس بتعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكثيف جهودها لاكتشاف المبدعين المصريين في كافة المجالات وإتاحة كل الفرص الممكنة لده. في ضوء المسألة دي، في ضوء الفكرة دي، في ضوء هذه المظلة، وتحت مظلة الشركة المتحدة بيتم إعلان انعقاد منتدى المتحدة للإبداع، واللي بإذن الله يبدأ قبل نهاية 2022، وإنه بالفعل بدأت الأعمال التجهيزية للمنتدى فور ختام الموسم الأول لبرنامج دوم، والبرنامج اللي كلنا متفقين إنه حقق نجاحات لعشرات الشباب المبدعين، ساعدهم في إيجاد الفرصة إن هم يطلقوا مواهبهم من كافة المحافظات. كمان أعلنت الشركة المتحدة عن تدشين قطاع أخبار المتحدة، واللي بيعد واحد من أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، يضم قناة إخبارية دولية شغالين على إطلاقها، شغالين يعني مش لسه هاني، شغالين بالفعل على إطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ اللي هتستضيفه مصر إن شاء الله في نوفمبر اللي جاي، COP27. أدي واحد. اتنين، قناة إخبارية إقليمية بتاعتنا، بتاعة الإقليم، وطني حبيبي الوطن الأكبر، ودي بيجري التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية. كل ده غير انه بيحصل تطوير شامل لقناة اكسترا نيوز، واحدة من قنوات الشركة المتحدة، والبناء على النجاح اللي حققته هذه القناة خلال الفترة اللي فاتت، واطلاق قناة اكسترا جديدة ولكنها اكسترا الحدث. اللي انا بقولك عليه ده لو حضرتك كيت ركزت هتيجي تقول لي يا يوسف طيب كان لازم، هو برنامج نجوم التاسعة أو مسابقة نجوم التاسعة. مسابقة نجوم التاسعة النهاردة احنا بنتكلم في قد ايه، في 3 أسابيع أو شهر تقريبا، احنا بنكثف عملية البحث عن المبدعين، وده انطلاقا بالتأكيد من توجيهات الرئيس الدائمة للكشف عن المبدعين. احنا لما بنتكلم على نجوم التاسعة، برنامج التاسعة، القناة الأولى، الشركة المتحدة أيضا،
بنتكلم على مسألة اكتشاف المبدعين في 27 محافظة، ويمكن حضراتكم تقريبا بشكل يومي بتشوفوا نماذج للولاد اللي بيغنوا، الولاد اللي بيكتبوا شعر، الولاد اللي بيكتبوا قصص قصيرة وما إلى ذلك، وقاعدين عمالين بنجمع في هذه المواهب وعمالين نقرأ ونفحص ونمحص، ولجان التحكيم اللي معانا، وبالمناسبة هنعلن لكم قريب عن لجنة التحكيم حاجة ايه 10 على 10. طبعا احنا عارفين الأستاذ مدحت صلح خلاص قال لنا ان هو معانا، دي كده معلنة يعني، بس لسه هكمل لكم بقية الأسامي، أسامي حلوة تبسطك تفرحك. طيب فهرجعك على أنه إحنا انطلاقا من هذه التوجيهات، انطلاقا من إيماننا الرئيسي والأصيل في البرنامج، انطلاقا من إيمان المتحدة بأنه طول الوقت يتم البحث عن المبدعين في كل المجالات الممكنة، مش بس في الغنى والموسيقى. احنا بقى في نجوم التاسعة قلنا طيب نختلف برضو عن زملائنا وأصدقائنا في الدوم، انه موسيقى وغناء، طب تعال احنا كمان ناخد الجانب بتاع الشعر والجانب بتاع القصة القصيرة وما إلى ذلك، ويمكن دي تبقى مرحلتنا الأولى في برنامج التاسعة. وقلت لكم قبل كده انه هيبقى أكيد في مرحلة تانية وتالتة قد نتطرق فيها إلى نواحي إبداعية أكتر وهكذا. طيب هنعمل إيه؟ لا ده احنا هنساعدك مش بس على إنك تفوز في المسابقة، لا، المسألة بالنسبة لنا أبعد، بالنسبة للبرنامج وبالنسبة للمتحدة المسألة أبعد من ذلك. مش إنك تفوز، هو أنت تفوز وتبدأ تحط أو نحط رجلك على أول السلمة مش على أول الطريق، وشطارتك بقى أنك أنت تطير، اللي بيغني هيتم إنتاج أغنية لي أو أغاني لي، واللي بيكتب شعر واللي بيكتب قصة قصيرة هيتم نشر المحتوى أو الإنتاج الفكري بتاعه بمعنى أدق، بحيث إنك أنت تبقى دخلت مسابقة واضحة شفافة عادلة طول الوقت. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ويتحط رجلك على أول السلم، مش تفوز طب وبعدين واعمل ايه بعد ما فوز، لا ده يعني احنا وراك بإذن الله سبحانه وتعالى هنحطك على أول السلم، لا ده يمكن على السلمة رقم 10، لأنه أول السلم أنك أنت بتلف بإنتاجك الفكري أو بإبداعك ده على منتجين الموسيقى والغناء، وبتلف بإنتاجك الفكري ده في الشعر على الناشرين، وبتلف بإنتاجك الفكري ده إذا كان قصة قصيرة برضو بتروح لدور النشر الكبيرة، لا حضرتك ولا هتلف ولا حاجة. في رقبتنا، في رقبة نجوم التاسعة، في رقبة القناة الأولى، في رقبة برنامج التاسعة، في رقبة المتحدة، عينينا طول الوقت المتحدة مشغولة بمسألة اكتشاف المبدعين، المتحدة طول الوقت مشغولة فعلا مش هزار بمسألة النواحي الإبداعية، بمسألة قوة مصر الناعمة وتنميتها والاستثمار فيها وإنها تبقى القوة الأكثر تأثيرا طول الوقت. ويمكن ده جزء من إنه نطلق أكبر شبكة إخبارية موجودة في مصر، واحدة من الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وفي يوم من الأيام هذه الشبكة هتبقى واحدة من الأكبر على مستوى العالم. طبعا هنا يخليني لازم أحيي وأهنئ زملائي الأعزاء اللي بيشتغلوا في هذه الشبكة واللي بيطلقوها واللي بيترأسوها وما إلى ذلك، حتى وإن كانوا أصدقاء فهتبقى شهادتي مجروحة، لكن ألف مبروك للكل، ودي خطوة هتحطنا كلنا هنا بقى الإعلام المصري كله، هتحط الإعلام المصري كله في حتة يستحقها، مش هقول لكم في حتة تانية خالص، لا حتة نستحقها. مصر هي فعلا صاحبة الريادة الصحفية والإعلامية والإبداعية، مصر هي القوة الناعمة بتاعة الشرق الأوسط، مش بتاعة مصر بس، القوة الناعمة المصرية هي القوة الناعمة الشاملة بتاعة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. اللي أنا بقوله لك ده وإحنا هنا جوه ماسبيرو، تلفزيون سيادتك اللي ملكك بتاع حضرتك أنت المواطن المواطنة المشاهد المشاهدة، من هنا بيبقى في برنامج التاسعة، من هنا بيبقى في برنامج أو مسابقة نجوم التاسعة، من هنا هتنطلق موهبتك، من هنا موهبتك هتتحول إلى الحالة الاحترافية فتصبح مطربا بالفعل، مش هتفوز وخلاص، هتبقى شاعرا له ديوانه المنشور، مش بكتب شعر ومش عارف أعمل فيه إيه، هنا هتبقى قاص وروائي للقصص القصيرة، مش هتبقى عندي إنتاج فكري ومش عارف هروح فين ومين اللي هينشر لي ويا ترى شروط النشر إيه وما إلى ذلك.
مصر طول الوقت قاعدة بتتحرك لقدام. احنا بنتكلم على مصر بتتحرك لقدام في النواحي الاتصالات والتكنولوجيا والرقمنة، وبنتكلم على مصر بتتحرك لقدام، ده أقول لك في الحلقة دي بس، بتتحرك لقدام في مسألة الإبداع ودعم المبدعين والأفكار وريادة الأعمال زي ما شفنا عمر عمارة. مصر بتتحرك في مسألة دعم الموهوبين طول الوقت. مصر بتتحرك في خبر يعد بالنسبة لي واحد من أجمل الأخبار على حد علمي أنا المتواضع جدا، إنه إحنا ولا مرة كان عندنا اسم مدير تنفيذي لشركة مملوكة للدولة، مش بكلمك على شركة استثمارات خاصة، للدولة، مش لشركة دولية تمارس نشاطها في مصر، لا، شركة مملوكة للدولة. هذه الشركة هي هيئة قناة السويس. ما لها هيئة قناة السويس؟ أقولك، هيئة قناة السويس يترأسها الفريق أسامة ربيع، عند الناس بتاعت بلاد برة يسموه المدير التنفيذي CEO. فتعلن مجموعة فوربس لأول مرة أشوف رئيس هيئة أو شركة مصرية موجود في فوربس كواحد من أهم المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط. فسيادة الفريق أسامة ربيع اسمه من ضمن أهم مديرين تنفيذيين في الشرق الأوسط، اسمه وهو يترأس هيئة قناة السويس المصرية. احنا بنتكلم على 26 جنسية مختلفة، وفي عندنا التوب 100 CEOs in the Middle East 2022، أهم أو أعلى أو القمة في 100 مدير تنفيذي في منطقة الشرق الأوسط. احنا ترتبنا كهيئة قناة السويس طبقا لفوربس سيادة الفريق أسامة ربيع احنا رقم 10، احنا مش رقم 99 ولا رقم 100 ولا رقم 50، رقم 10. وهلم جرة، خد بالك اللي عملته هيئة قناة السويس في سنة بيدرس. يعني عندك بقى القصة بتاعت إيفرجرين، وعندك القصة بتاعت زيادة الإيرادات اللي مصحوبة في نفس الوقت بزيادة الحمولات الصافية، اللي مصحوبة في نفس الوقت بزيادة الحمولات الإجمالية، اللي مصحوبة في ذات الوقت بزيادة عدد السفن اللي بتمر. كل ده مصحوب في نفس ذات الوقت بعمليات التحديث والتطوير والتعميق والهيكلة الداخلية اللي بتحصل. وبهذا جاء اختيار الفريق أسامة ربيع نظرا لكونه واحد من أهم القيادات في منطقة الشرق الأوسط طبقا لمجموعة فوربس. في تقديري أنا يعني لا ياخد نمرة واحد طبعا. اللي حصل في قناة السويس هو الحقيقة ما حصلش تاريخيا في قناة السويس بالأرقام على كل المستويات والمعايير اللي قلتها لحضرتك من شوية، بالأرقام، أرقام قياسية. يعني ده احنا لسه كنا من كام شهر محققين رقم قياسي في العائدات تاريخيا، فدلوقتي زودناه وصلنا للسبعة مليار، وبإذن الله نوصل لسبعين وسبعمية مليار، مين عارف، ربنا كبير. على كل التحية لكل العاملين في الهيئة، وكل التحية بشكل خاص لسيادة الفريق أسامة ربيع، ومبروك علينا لأن دي هيئتنا بتاعتنا شركتنا اللي قممناها في 56 لو تفتكروا، في واحدة من أروع الخطوات لأجل هذا الوطن. خلونا نروح ل أنا مش هوصفولك بالإنجاز، هروح لتحقيق حلم من أحلامنا في إطار الحلم الكبير، مبادرة حياة كريمة. عندنا تقرير بنشوف فيه إزاي مبادرة حياة كريمة قاعدة بتشتغل ومستمرة بقوة لتطوير الريف المصري في كل محافظات مصر. 60 مليون بني آدم اللي بتستهدفهم حياة كريمة، اللي من هذا أو لأجل هذا السبب وصفت في العالم بأنها أكبر مشروع اجتماعي يشهده العالم. قرية نهطاي في مركز زفتي في محافظة الغربية، أو مركز زفتة سميها زي ما تسميها، في ناس تنطقها كده في ناس تنطقها كده، بتعد نموذج لهذا التطوير أو لهذا الحلم. تعالوا نشوف فرحة أهالينا هناك في نهطاي في الغربية، ونشوف إيه اللي بيحصل في حياة كريمة عيانا بيانا قدام عينين سيادتك. حقك في المعرفة مكفول في هذا البرنامج وفي هذا الإعلام المصري. شوف التقرير.
المشروعات اللي موجودة عندنا دلوقتي بالنسبة للوحدات الصحية بيتم تطويرها بتترفع كفائتها. عندنا 17 مشروع ما بين مركز طب أسرة ووحدة طب أسرة عشان نعمل منظومة تأمين صحي متكامل. عندنا جميع مراكز الشباب بيتم تطويرها اللي موجود بنطوره وعلى حالته الصحية المباني حالتها الكويسة بنطورها. ما بين إنشاء جديد عندنا حوالي 26 مشروع، بنعمل ملاعب، بنعمل غرف خلع ملابس، بنعمل مباني إدارية، وده ظاهر وواضح والناس كلها شايفاه. خضع الطلبة السايح لبرنامج حياة كريمة فتم فيها تطوير جميع المجالات، إنشاء ملعب فوق الممتاز ما كناش نحلم بيه، معامل، مجالات، تم صيانة المدرسة من جميع النواحي. الطالب النهاردة عندي بيتميز بحياة تعليمية جيدة وفوق الممتاز. التطوير أساس جديد لكل الطلاب، مكاتب ودواليب لكل المدرسين والعاملين بالمدرسة، دهانات الفصول، صيانة شاملة كهرباء، أعمال صحية من كل النواحي. الصيانة وحياة كريمة شاملة كل جوانب المدرسة. احنا هنا بننفذ نقطة وحدة الإطفاء. المشروع هنا عبارة عن على مساحة 420 متر، يسع للعربيات وحدة إطفاء وفي عربيات هيدروليكية. احنا هنا بنسعى في المشروع ان احنا نحاول ننجزه في اكبر وقت مستطاع، ان احنا ننفذه للمبادرة الرئيسية طبعا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مبنى تنمية الأسرة اللي في نهطاي احنا وخلصنا الخرسانات، شغالين دلوقتي في مرحلة التشطيبات، وصلنا بنسبة 80% لمرحلة المباني ولسه بنكمل فيها. بالنسبة لمركز الشباب احنا لسه بادئين فيه، خلصنا القواعد العادية وشغالين دلوقتي في القواعد المسلحة ومضغوطين عشان نقدر نخلص في أقرب وقت المنشئين. مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية موجودة في مركز زفتة، 9 وحدات محلية كروية، 54 قرية و88 تابع، 1000 مشروع زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي، بيكلفوا حوالي 4.5 مليار. ده بيشمل 24 مجال، كل ما هو بنية تحتية، وتشمل مية وكهرباء وصرف صحي واتصالات وغاز، إلى جانب طبعا تطوير المدارس سواء كان توسعة أو إنشاء جديد أو إحلال جزئي أو كلي، تبطين للترع، إنشاء مراكز للشباب، وحدات صحية على النسق بتاع التأمين الصحي، أيضا مراكز تنمية الأسرة. النهاردة احنا بنتكلم إن هو تم توصيل الغاز لجميع قرية نهطي بالكامل، وده شيء الناس كانت بتعاني منه جدا جدا جدا. النهارده بخصوص المدارس، النهارده كان في قبل حياه كريمه ما كانت بتنزل نهطاي كان في فترتين اتنين مدارس، في فتره صباحيه وفي فتره مسائيه، كانت في طلبه بتروح الصبح وفي طلبه بتروح الساعه 2. النهارده حياه كريمه لما نزلت نهطاي لغت الكلام ده كله. النهارده نهطاي ما فيش فيها حاجه غير كلها فتره واحده اللي هي فتره الصبح. طبعا حدث ولا حرج بخصوص كل المدارس تم تطويرها اللي داخل قرية نهطاي. تطوير ما كناش نتوقع به خالص مدى الحياة بصراحة. يعني احنا بنشكر القيادة السياسية، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الجبار ونظرته لإحدى القرى، وده قرية نهطاي من ضمن. بصراحة حياة يعني كريمة عملت هنا شغل يعني ما كناش نتوقعه ولا 100 سنة. احنا بقينا ولا دول أوروبا، كل حاجة اتغيرت من أول البنية التحتية طبعا، من أول المجاري والصرف والمية، شبكات نت اتغيرت هنا في المنطقة كلها، الشارع كلها بتترصف، طرق بتترصف، البنية التحتية من محطات الصرف ومية وغاز ونت، وبالنسبة للمدارس برضك تطوير المدارس، تسفيل الشوارع، كل حاجة. الله يا جماعة، الواحد قاعد عمال بيشوف كده شوية حاجات، بنتابع بس الأخبار كده عاملين إيه، كله تمام. تعالوا بقى نروح لنجوم التاسعة اللي كنت لسه بكلمك عليه. نجوم التاسعة أقدر أقول لك بمنتهى الثقة أكبر مسابقة وأعمق مسابقة وأهم مسابقة لاكتشاف المواهب في الغنى وفي الشعر وفي القصة القصيرة. طيب شفتوا بقى النماذج
اللي احنا بنعرضها ولا لا؟ ما شفتوش النماذج. طب تعالوا الاول نشوف البرومو بتاع المسابقه علشان كمان تعرفوا ازاي تقدروا تشتركوا، وبعد كده نبدا نعرض النماذج على طول خبط لزق كده ورا بعضه، ناس اللي شاركت معانا او بعض من النماذج اللي شاركت معانا. احنا اظن بنعرض ثلاث مواهب في كل مره. تعالوا كده نشوف ونرجع نكمل الكلام. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 15 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. كده شفتوا البرومو؟ عرفتوا؟ خش على الفيسبوك صفحة التاسعة هتلاقي صورة واحد لابس بدلة كحلي، هو ده أنا. كنت خاسس عن كده كتير. المهم يعني التاسعة هو ده. حلو كده. طيب تعمل إيه؟ الفيديو بتاعك اللي هو الدقيقتين بتاعة الغنى تروح حطه. والله الشعر بتاعك تلقيه أو تبعته لنا على PDF تلت قصائد. أي شعر، حر، عامية، فصحى، اللي أنت عايزه. طيب قصة قصيرة PDF في قصة قصيرة عشان نقعد نقراها. كل الحاجات بتتفند وبتتشاف وبتتقري، كله كله كله، ثم يعرض فيما بعد ذلك بقى على اللجنة أو اللجنة المختصة في كل موهبة من المواهب، وبناء عليه نبدأ بقى نشتغل على الفترة ومين هيوصل للنهائي ومين اللي هيتم إنتاج الأغنية ليه ومين اللي هيتم نشر ديوان الشعر بتاعه ومين اللي هيتم نشر مجموعته القصصية. تعالوا بقى نشوف المواهب أو جانب أو تحديدا ثلاث مواهب من اللي بعتولنا في نجوم التاسعة على صفحتنا التاسعة. تعالوا نشوف. مشيت مشيت على الأشواك وجيت لي عرفوا ايه وداك ولا عرفوا ايه جابك. رميت نفسك في الحضن ساكي حبن حزن، رميت نفسك في الحضن ساكي حبن حزن، رميت نفسك في حضن داريت في القلب كتير ورديت عن ظلمك، لكن كل ده كان له تأثير والغربسة وراني البعض ارحم بكتير. مبقتش بزعل ولا اشيل في نفسي لو حد سابني وراح لحاله، بقول لنفسي ما تزعليش، كل اللي راح هيجي يوم ونجيب بداله. ما بتوقفش الدنيا يعني، ولسه ياما هناخد دروس. مهما كنت حويط وناصح عمرك ما تدخل جوه النفوس. معلش هتقل عليك وانت ماشي، اوعى تنسى تاخد كمان الباب وراك، ومادام قفلته باختيارك عمره تاني ما يتفتح لك مفتاحه يعني مبقاش معاك. طيب هقولك كلمة واحدة اسمعها مني خلاصة الكلام،
بقتش فارق والسلامة وخسارة فيك حتى السلام. طيب اديكوا شفتوا مواهب من المواهب اللي اتعرضت علينا او بالادق اللي اتبعتت لنا على صفحتنا التاسعة، وعلى ما يبدو الناس اصبحت اكثر اهتماما، يعني اصبح الناس بتبذل مجهود في الاخراج بتاع الفيديوهات اللي بيبعتوها. الناس اصبحت شايفة ان الموضوع بجد مش هزار، وده بقى المهم بالنسبة لي ان هم شايفينه جد، لانه هو بجد جد جد تاني. عارف انت المسلسل بتاع ميت وش؟ لا قريب ولا حسيب ولا في وسطة ولا في اي كوسة ولا بطيخ ولا اي حاجة خالص. حضرتك انا لقيت ناس اصحابي تقول لي عايزين نشترك في اللي، قلت لي يا عم ما تشترك، اعمل لك اشترك، خش على صفحة التاسعة واشترك، ما اقدرش اعمل لك اي شيء في الوجود. يعني ما فيش زقة كده والله العظيم، ده ناس اصحابي يعني ولادهم، يعني زقت مين يا عم؟ فيش زقة ولا بتاع. سيف عصام اقربهم، ابن صديقي عصام، قال لي قلت له ما فيش، حضرتك تخش على صفحه الفيسبوك التاسعه سيف بيغني، عايز تغني غني يا عم وصور نفسك بالموبايل واهلا وسهلا، اللي هيقرر اللجنه، فكله يبذل مجهود كفايه وياخدها جد جدا. على كل إن احنا لسه بنتلقى النماذج بتاعه مواهب حضرتكم، صفحتنا على الهوا اهو التاسعه مستمرين معاكم لحد يوم 15/7/12 بالليل، قفلت كده لانه اللي جالنا كتير جدا الحمد لله والشكر لله، وده ايماني الحقيقي طول الوقت بقول لكم كده ان احنا في عندنا كم مواهب في 27 محافظه حدث ولا حرج، واحنا كان اهتمامنا انه مش بس الغنى، مش بس الغنى، لا ده مصر كبيرة ومواهبها أكبر. هو يعني ده احنا أقوى وأحسن روائيين وأدباء، زي ما يبقاش عندنا شعر، وزي ما يبقاش في عندنا قصة قصيرة، ويمكن في وقت من الأوقات يبقى في عندنا مسابقة للرواية والمسرحية، بس دي كلها لسه مراحل ولازم تدرس كويس ونشوف هيتم التحكيم فيها ازاي وقرايتها ازاي وما الى ذلك. الحكايه ما هياش سهله. احنا هنا عموما بشكل عام في المتحده وبشكل خاص في الاولى وفي البرنامج ما بناخدش الحاجه من على الوش خالص. طيب تعالوا بقى نروح لمو صلاح. خد بالك هنا المحترف محترف في كل حاجه، شاطر ذكي، وتشوفه هو بيهني محمد صلاح، مو صلاح خلاص، محمد صلاح وهو بيهني بسنت بحصولها على الذهبية، بنتنا العداءة بسنت حميدة تاخد الميداليات الذهب في مسابقة البحر المتوسط زي ما انتوا عارفين، او في الدورة المقامة في وهران. بسنت الحقيقة نشرت التهنئة بتاعت محمد صلاح ليها عبر المحادثة بتاعتهم مع بعض على انستجرام، وعبر محمد صلاح عن فخره بتحطمها الأرقام القياسية. شوف انت بقى فخر الكرة العربية وواحد من أساطير الكرة العالمية لما يقولها أنا فخور بيكي، زي ما انتوا عارفين وزي ما كنا بنكلم بسنت من يومين، حققت ميداليتين ذهب في سباق 100 متر وفي سباق 200 متر جري عدو، يعني حققت أرقام جديدة، أرقام قياسية جديدة في منافسات البحر الأبيض المتوسط، 11 ثانية و10 أجزاء، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كلنا بنتمنى لبسنت كل التوفيق. تخيل لما يبقى بنت زي بسنت أو سيدة فاضلة زي بسنت محققة أرقام قياسية وجايبة لنا بطولات وذهب، وناس، وانا مش هقول لك ده ذنبهم، ده ذنبنا كلنا والله العظيم، وناس تسيب كل ده ويقول لك لابسه شورت ليه؟ طب اعمل ايه؟ قولوا لي انتوا كده اعمل ايه لما اسمع تعليقات من النوع ده ولا كتاب؟ طب تجري بايه؟ بشادور؟ بملايه لف؟ بعبايه؟ انا مش فاهم. طب لو بسنت سباحه هنسألها لابسه مايولي برضو؟ خد بالك انه لما رانيا علواني زمان برضو جابت لنا ميداليات محدش قال رانيا علواني لابسه مايولي، الحمد لله يا رب، كان الزمن غير الزمن،
ما كانتش الناس يعني او بعض الناس امخاخها تلحمت للدرجه دي. فنبقى احنا مش مشغولين بالرقم القياسي ومش مشغولين بالميداليات الذهب ومش مشغولين بدعم زوجها ليها ومشغولين بانها لابسه شورت وهي بتجري، امال هتجري بالايه يعني؟ انا بس عايز اعرف والنبي، بس انت البسي صدفه يعني، هاتي صدفه عملاقه البسيها وانت بتجري، عبايه شادور حلو الشادور. ولما واحد يطلع يقول لك افه، طبيعي انك تلاقي تعليقات من نوع هي لابسه شورت ليه؟ لابسه شورت في البطوله بتجري، تجري بايه؟ طب انا والله والنبي يا اخي لا تقول لي بتجري بايه؟ عايزينها تجري بايه؟ لو انا باخد رايك ليه؟ يعني احنا واحنا هنخترع ازياء رياضيه على مزاجنا؟ يلا بقول لي بقى، زي ما في البوركيني فيبقى في بقى مثلا نخترع كمان زي للجري نسميه الايه؟ يعني احنا اخترعنا حاجه اسمها البوركيني، اللي عاوز يلبسه هو حر بالمناسبه، انا ماليش دعوه بحد. حر نسميه ايه غير البوركيني؟ يعني اسمه بوركيني اصلا اسم بايخ يعني، بس يعني لا جريء. ايه يا عمرو ده انت ضحل قوي يا عمرو في تسمياتك بصراحه. ايه نخترع بقى زي جديد نسميه الهنهيصي، يبقى في زي اسمه الهنهيصي، ده بقى الزي بتاع العدقات يعني خلاص بقى، ما احنا نبدا نزيط ده هري وهبد وزيطة، تسيب أرقام قياسية وتسيب ميداليات ذهب وتسيب دعم زوج رائع وتسيب لقطات إنسانية أروع وتنشغل بأنها لابسة شورت؟ ما هي لازم تلبس شورت. يلا اخترعوا بقى زي جديد اسمه الهنهيصي، ويبقى ده الزي الجديد بتاع العدقات، ونبقى احنا كده يعني بنحافظ على الفضيلة كده، بقينا احنا خلاص تمام، كل واحد ماشي بيمنح سكوك الجنة بمزاجه وسكوك الفضيلة بمزاجه وسكوك الأخلاق بمزاجه وسكوك الالتزام الديني بمزاجه. طب خليك في نفسك، لم انت بس عينك، خد بالك اللي بيفكر بالطريقة دي تعرف ان هو اصلا ما بيلمش نفسه، يعني اصلا هو اصلا يقولك يلم نفسك دي تقال روح لم نفسك. اللي بيفكر كده هو اللي ذهنه معوج، وهو اللي نفسه مش سوية، وهو اللي بيفتقر للفضيلة. روح يا بنتي إلهي يعمر بيتك، برافو يا بسنت. بعد الفاصل نستضيف أبطال دورة البحر ألعاب البحر المتوسط، عندنا مجموعة من الأبطال، هيبقى موجود معانا يسري رزق حافظ مصطفى بطل الملاكمة حاصل على الميدالية الذهب، يا ترى يسري كان لابس شورت ليه في بطولة الملاكمة؟ وعلي زهران حصل على برونزية في الجمباز، لابس زي الجمباز والزي ده ضيق، وبعدين ليه يا علوة تلبس كده؟ شيء محزن بصراحة. فصل ونكمل الكلام. بما اني كنت في شبابي رياضي عتيد، في شبابي الاول يعني، المهم فببقى انا طول الوقت الحقيقه احب الرياضه، احب الرياضيين، ببقى سعيد جدا باستضافه الرياضيين. وبالمناسبه زي ما كنت بقول لكم من قبل ما نطلع الفصل بتاعنا النهارده، عندنا اتنين من ابطالنا، بطل الملاكمه اللي جاب لنا الذهب وانا داخل قلت له تايسون الشرق اللي جاب لنا الذهب، يسري رزق حافظ مصطفى منور. أنا مثلا عامل ايه؟ كله تمام. كله تمام؟ كله تمام. بيقولوا لك يا تايسون واصحابك بقى وكده ولا ايه؟ هم بيقولوا لي معظم الناس يعني بتقول ان انا شبه محمد علي كلاي ممكن. الله شوية الله الله، ده الاسطوره يعني. ده الاسطوره علي زهران الحاصل على برونزيه الجمباز، وقال لي برضو حاجه دلوقتي، قال لي ان هو يعني التميز بتاعه في الحلق في الرينج اللي هو اصعب حاجه. منور يا علي، عامل ايه؟ ربنا يخليك، كله تمام الحمد لله. اولا الف مبروك على الميداليات، نورتونا وشرفتونا وفرحتونا ورفعتوا راسنا في السماء. شكرا ربنا يخليك. خليني الاول هبدا باليمين يسري، علشان تجيب الذهب مشوار، انت ساكت ليه؟ مشوار كبير قوي طبعا، صعب صعب طبعا.
ده اول ذهب ليك؟ لا انا جايب الدوره اللي فاتت في البحر المتوسط كنت جايب ذهب برضو في ميزاني، وكانت اول مره تحصل في تاريخ الملاكمه في ميزان فوق التقيل اللي هو ميزاني ما شاء الله ان حد يجيب ذهب في دوره العاب البحر المتوسط. الله اكبر الله وكمان اكبر. وكمان الدوره اللي فاتت كانت في تاراجونا في اسبانيا، كانت الملاكمه عامله ترتيب اول على 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 الدوره كلها ما شاء الله بحصيله 3 ميداليات ذهب. انت بدات وانت عندك كم سنه؟ انا بداتها وانا عندي 7 سنين بالصدفه، يعني كنت كان عندي اخويا الكبير بيحب الكوره قوي، فكان والدي واخدنا ان احنا نلعب كوره، فهو كان بيحب الملاكمه ما لعبهاش بس هو كان بيحبها يعني. فشاف مدرب بيسلم عليه فما قال له طب ما تجيبهم انا لسه ببتدي فريق، وابتديتها كده بالصدفه ما انا كنت رايح العب كوره في الاول. فدخلت الملاكمه. اه. وانت دلوقتي كم سنه؟ انا دلوقتي انا 28. ما شاء الله، يعني احنا كده بنتكلم في من 7 سنين لحد 28 سنه مشوار الملاكمه. 21 سنة ملاكمة، عقبال ما يبقى 41 سنة ملاكمة، وتبقى محمد علي جدا، ليه لا يعني بإذن الله. هنا أرجع لعلي. الجمباز ما أظنهاش عادة من الألعاب الرياضية اللي الأهل يشجعوا عليها، يعني دايما الأهل يقول لك إيه؟ عايزك تلعب سباحة. أو عايزك بقى تلعب ملاكمة، تلعب تايكوندو، تلعب كاراتيه كده عشان تخشن كده وتبقى جامد وعشان ما حدش يضايقك في المدرسة وما حدش يضايقك في الشارع. لعبت جمباز إزاي؟ جت ازاي يعني؟ هو بالعكس اكتر يعني، انا كان وانا صغير برضو ليا انا واختي، كنا انا ليا اختي توينز، فكنا دايما بنتحرك كتير في البيت، حركاتنا متشقلب فرونت رول، حاجات حركات وحاجات من الجمباز، المرونات، الاسترتشات، الحاجات زي دي، وتوأم فعاملين دويتو، فعاملين دويتو، واحد قوي واحد عنده مثلا يعني واحد عنده القوه اكتر واحد عنده المرونه اكتر. اه ولد وبنت. طبعا ميول يعني ميول الناس بقى لما ابتدينا نسال لا جمباز، اللي كان ليا قريبي برده بيلعب جمباز جربوا جمباز، اللعبه جميله وتبسطوا منها، تاخدوا منها كل عناصر اللياقه البدنيه، يعني هتاخد قوه سرعه رشاقه مرونه، فابتدينا لما رحنا الموضوع بعد كده بقى مختلف. وبالعكس دلوقتي كمان كل اولياء الامور بيوجهوا سباحه وجمباز فعلا، سباحه وجمباز لازم، سباحه عشان الميه وعوم وتعلم واساس، وجمباز عشان تاخد كل الاساس ده، لان بعد كده هتطلع احنا يعني كل الرياضات تقريبا بيقفوا على الملعب يستنوا، اللي ما ينفعش معاك جمباز في خلال وهو سنه 8 سنين او بعد كام سنه احنا مستنيينه، تعالى العب قوه، تعالى تايكوندو، ما انت خلاص واخد الاستريتشات، العب قتاليه او محتاج مرونه زياده هيتجه ياخد من الجمباز اللي جاي من هنا. صح. فبقت لا هي من الالعاب الصراحه جميله، بس مشواري كان فيها برضو كبير، انت بتبتدي من عندك سن 4 سنين لحد يعني، هو انا اطولت شويه يعني من القليلين اللي طولوا في الجمباز، انا دلوقتي 32 سنه بقى لي 28 سنه بلعب، فمشوار طويل، بس طبعا كان ليه دور كبير قوي من الاهل في الاول، فتعب تعب طبعا ومشوار كبير جدا، بس الحمد لله دايما يعني بتوصل لاهدافك وتحقق نتائج كبيره وتلاقي نفسك بتحب اللعبه. يعني انا حاولت قبل كده ان انا اجرب العاب وانا في الجمباز، جربت العب قوه، طلعت شويه جربت دايفنج، الدايفنج كان في نفس الاتجاه ان انت بتعمل حركات في الهواء وتنزل في الميه، بس ما لقيتش نفسي فيها اكتر من الجمباز، رجعت له تاني. بس بتبقى حاجه حلوه انك انت برضو تبقى تجرب، لو ما جربتش مش هتقتنع قدام، هتقول انا كان ممكن مثلا ابقى لاعب هاندبول، يعني انا بحب الهاندبول جدا، حلو، يا ريتني كنت اجرب، يا ريتني مثلا كنت العب سباحه، بس ما كنتش هتعرف تبقى مميز فين. فكويس ان انا برضو طلعت جربت كام لعبه ورجعت تاني. لا هو الجمباز برضو ليه متعه، صعب جدا بس ليه متعه جدا في مهاراته وقوته والستايل بتاعه، فعلا بتعمل حاجات يعني سبيشال كده ما حدش بيشوفها. يعني بيكلمني ناس كتير مثلا في كل بقى الفيت والكروس فيت والالعاب اللي طالعه مثلا فيها الكو والالعاب اللي فيها الباركور والالعاب اللي فيها التعلقات الكو وكل الحاجات دي، فانز كتير بقى معجبين انت ازاي بتعمل كده على الحلق، وكمان الحلق بالذات من بيشتغل على القوة العضلية وفي نفس الوقت أعصاب طب بص احنا هنطلع فاصل، الناس بقى تقول لك ايه اصل الجمباز يعني بقى بيبقوا زغنطتين وسفيفين، النبي بس بايسبس كده قدام بس عشان ده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اصبر بقى لما نخش على يسري بس هنروح لفاصل ونكمل الكلام. لعبوا عيالكم رياضة وبانتظام، خلوا العيال تلعب رياضة. احنا الحديث بتاعنا واحنا حتى في الفاصل حديث ممتع، خلوني ارحب مرة تانية بيسري وبعلي
ملاكمة، جمباز، أبطال، مشرفين، خلونا فخورين إلى أبعد الحدود. هنا أرجع ليسري مرة تانية والملاكمة، أنت عاوز تكمل مشوارك لحد فين يا يسري؟ احنا حتى كنا بنتكلم بأنه طبعا قلعة احتراف الملاكمة يبقى أمريكا، وقلتلي ده مؤخرا أصبح كمان في احترافات موجودة في الإمارات العربية المتحدة. أنت عايز مشوارك يكمل احتراف ولا عايز مشوارك يروح في حتة تانية؟ هو أنا الهدف دلوقتي زي أي هدف واحد في لعبة فردية اللي هو الميدالية الأولمبية بإذن الله، وبعد كده بقى ممكن أنا أقرر هعمل إيه، لكن أنا دلوقتي مثلا حاطط الهدف المعين في دماغي إن أنا عايز أجيب ميدالية في الأولمبيات إن شاء الله. بس ميدالية وخلاص ولا ميدالية ذهب؟ ميدالية إن شاء الله يا رب ذهب. ذهب يا يسري إن شاء الله. ذهب يا يسري. طب ده الأولمبياد يعني في 2024؟ لا خلاص يعني إحنا بنتكلم في إيه، سنة ونص، ما بقوش سنتين حتى. أقل، لأن يعني الأولمبياد بتلعب التأهيل بتاعها قبلها بفترة، فأنت سنة تلعب التأهيل بتاع الأولمبياد خلاص أنت كده حاجز مكانك جاهز. عندنا في الملاكمة جاهز، الملاكمة بتحجز الأماكن فيها في الأولمبياد جاهز إن شاء الله. قدها وقدود إن شاء الله بعون الله. علوة ان شاء الله. يعني احنا في الفتره الجايه اسا انا مشيت كتير، حققت انجازات كبيره الحمد لله الحمد لله، ومنهم سواء يعني كاس العالم او كاس العالم، انا حقق 11 ميداليه الحمد لله في كاس العالم، عامل حركه باسمي في قانون لعبه الجمباز، لا سجلها باسمي في تاريخ اللعبه من ده انا محظوظ بقى ما شاء الله ما شاء الله. حققت ميداليه بحر متوسط فعلا برونز الدوره اللي قبليها اللي فاتت، والدوره دي حققت ميداليه برونز. الجمباز من الالعاب الصعبه، دوره العاب بحر متوسط دي يعني انا بتخيلها ثلاث ارباع اولمبيات بالدول اللي انت بتواجهها وبتلعب فيها، ميداليه كبيره وكانت المنافسه قويه، بطولات العالم اقوى قريبه منها واشد منها سنه، بحيث انك بتقابل بقيه الدول اللي ما كانتش مثلا مشاركه معانا غير البحر المتوسط زي الصين وزي روسيا وزي النقط دي. منافستي فيهم الحمد لله قويه وقريب منهم من الناس المميزين الثمانيه على العالم. ليه رانك يعني 2019 كنت الاول على العالم مصنف ما شاء الله، 2020 عشان الدنيا، و21 كان رانكي من افضل 8 بس عشان قليل البطولات اللي كنا بنشارك فيها فما قدرتش نوصل الرانك عالي. ساعه تاهيل الاولمبياد كنت من اول 3 المصنفين، بس كان الفكره كلها انه كان اختيار واحد بس. فرقت معنا شويه في الكورونا والحاجات دي في الجمباز بتفرق اشهار بسيطه. يعني بتمنى ان شاء الله حلمي يحقق ميداليه في بطوله عالم، وتكون بطوله العالم اللي جايه ان شاء الله في اخر السنه في شهر 10، وربنا يكرم بعديها ان شاء الله في اللي جاي كده ستيب باي ستيب نشوف هقدر وان شاء الله واتاهل اولمبيات واقدر اعمل حاجه بعد كده. ده اللي بقى عشان ابقى انا سعيد ان انا قعدت مع ابطال العالم في الملاكمه وفي الجمباز يعني في دلوقتي عندنا حركه في قانون الجمباز اسمها علي زهران، اسمها زهران بالظبط، هم بياخدوا اسم العيله اسمها زهران بين اعلى الصعوبات، صعوبه اف يعني من 16 حاجه كبيره جدا على جهاز الحلقه، ومن الحركات مميزه جدا ليها شهره كبيره جدا في العالم، مميزه جدا الناس عارفينك بيها، فمن الحاجات اللي انا يعني بفتخر بيها الصراحه وبفرح بيها ان هي موجوده في الكتاب في تاريخ اللعبه، يعني انت حطيت ميراث كده كله يبقى موجود دايما. انت معروف باسم يسري رزق حافظ مصطفى ولا يسري رزق ولا يسري حافظ؟ هو دايما بره بيبقى يسري حافظ على طول، فاحنا عايزين يبقى في بعد كده بقى ستايل ملاكمه اسمه ستايل حافظ. يسري حافظ حافظ ان شاء الله. خلونا هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام، انا مش عايز امشي بصراحه. شوف برضو جزء من كفاح الرياضيين وجزء من تركيبتهم الشخصية، الرياضي دايما عنده إصرار، مش هقولك بيعاند، إصرار، لأنه في هدف شايفه هناك اهو أنا رايح. وأنا قاعد عمال بتكلم مع يسري ومع علي، كم إصرار مذهل، الرجالة دول بيخشوا البطولات رغم الإصابة. أنت كان عندك إصابة في الشمال؟ كان عندي إصابة في الشمال، حتى حوالي قبل دورة ألعاب البحر المتوسط حوالي شهر ونص شهرين بتمرن يمين بس. يمين بس؟ يمين بس، ودي شغال عليها علاج طبيعي وجلسات وكهرباء ومسكنات بقى، ودي فولترين واعمل مش عارف ايه. هي يعني الحمد لله جت قبل الماتش باسبوع بدا الوجع يقل شويه، وبدات انا بقى شغال مسكنات عليها في الماتشات وكده.
ما هو الرياضيين لازم يخافوا من العين، دي معروفة دي. أي رياضي تلاقي دايما لابس بكم، لابس واسع، واللي هو إيه مش عايز حد ياخد باله مني، خلوني من بعيد استخبي. اه والله، بس يعني الشمال دي بتبقى صعبة بقى، بالذات في لعبي في الملاكمة الشمال هي الأساس يعني. عندنا في لغة الملاكمة يقول لك ده مفتاح اللعب. تمام. فاليمين ممكن يعني ممكن واحد يلعب عنده إصابة في اليمين يكسب بالشمال، لكن الشمال تبقى هي اللي مش موجوده، الموضوع بيبقى صعب جدا. الشمال دي على راي افلام فان دام دي بقى قبضه التنين، هي اللي بتفتح اللعب كله، المجال كله. تفتح المجال لليمين كمان. والله كويس انا ما لعبتش ملاكمه، كنت هفتري على الناس. هنا عايز ارجع لعلي، كنا بنتكلم انت متجوز ومخلف ما شاء الله، بنتك اسمها ايه؟ جميله. جميله يا عم، قول جميله جي مصري بتاعتنا كده، عندها قد ايه؟ عندها هتم 3 سنين ان شاء الله. جمباز ولا؟ جمباز برضو ان شاء الله، لازم تبتدي تاخد شويه كده من مسيره الجمباز، وبعد كده انا حابب ان انا ادي يعني الطفل شويه، اولا ادي لها الاساس عشان اقول لك ده كده كده اساس، وسباحه اوريدي ابتديت امشي فيه. حلو. وبعد كده هتبتدي انا يعني هشوفها هل هي هتحب هتختار، وده تقريبا بيبقى في رينج مثلا سن 8 سنين. لكن بعد كده اي رياضه تانية هتقدر تبتدي فيها، وهتبتدي مميزه غير اي حد. لكن بقى مش هتبقى جميله، انت بنت علي زهران لازم. يعني لازم ده بابا ليه حركه باسمه يا بنتي في قانون اللعبه، ما ينفعش، لازم نكمل ولا براحتها؟ هو بصراحه يعني اكيد هنمشي شويه، انا هشوفها هي حابه ايه لو، بس في الاول في الاخر لا، انا يعني حابب اديها راحتها. هتوجه قدر الامكان. هوجه وهشوف، وانا يعني برضو انا تربيه رياضيه وفي نفس الوقت لاعب جمباز مميز ودارس كل ده ودارس الكورسات الاتحاد الدولي، فالمقاييس والحاجات دي كلها انا هبص عليها واطبق عليها واشوف لها كمان يعني مش ده اساس النجاح، يعني انا مش هقول لك اشوف المستقبل، بس هشوف اذا كانت اوكي وهي حابه فاوكي كمل. وانا شايف لها ان هي برضو تمشي مشوار في لعبه مميزه، مشوار الرياضي بالذات اللي هو البروفيشنال مشوار صعب، محتاج يعني لو تقدر تلاقي حد يوجهك، انا احاول ان انا اوجهها ليه، مش ان انا اضغط عليها بوش عشان يعني انت زي ما انا كنت بطل انت لازم تبقى بطل وفي نفس المكان، لا هي ممكن تبقى بطل في حاجه تانية، فلا احب اجرب لعبه والتانيه وتحب تشوفها واشوف ميولها فين، وابتدي بعد كده انا في ظهرها طبعا وادعمها لحد ما الاقيها بطله كبيره باذن الله. لا وان شاء الله هنشوفها برضو مصنفه في الرياضه اللي هي هتختارها، وفي النهايه هترفع راسك وراسنا كلنا يعني، ده مما لا شك فيه. هنا ارجع بقى ليسري، واضح انه الجواز خطوه مؤجله عشان عندي مشوار بطولات، سيبوني اشوف بطولاتي دلوقتي ولا ايه؟ هو بالظبط كده يعني، انا التركيز كله في اللعبه بقالي فتره مثلا داخل من ساعه من اول ما ابتديت اللعب دولي 2015، وانا زي ما بيقولوا كده دخلت مش عارف اطلع من جو اللعبه، التركيز كله في اللعبه، عايز حاطط اهداف عايز اعملها، يعني من ساعه ما دخلت قلت انا لازم اعمل في كل بطوله ذهب لحد ما اشوف انا هوصل لايه في الاولمبياد، فالدوامة اللي دخلت فيها مش عارف اطلع بقى، ففكرة الجواز بتبعد، فكرة الحاجات دي بتبعد، بقيت مركز في الملاكمة بس. علي دخل القفص بدري 27. بس والله يعني عايز اقول ان هي نقطة برضو كويسة ومميزة، يعني ساعات بتبقى صعبة وحساباتها صعبة، بس في البداية لو لقيت واحدة فعلا في ظهرك وتدعمك ما شاء الله هتلاقي النقطة دي. وانا مراتي اصلا دكتورة، فدايما برضو ايه يعني هي مشغولة دايما بشغل وشغلها كتير، ووقتها مع الرياضة بتلاقي الدنيا، وهي حابه ان انت تشوف انت حابب تنجح في ايه، وهتلاقيها بتدعمك دايما وبتمشي. فالصراحه لا ودكتوره دي حاجه كويسه برضو تاخد بالها. انا بقالي 4 سنين عايز اقول لك انا دعمي ويعني خلال الفتره اللي فاتت كل انجازاتي في خلال ال4 سنين دول ما شاء الله. والحمد لله كانت دايما تشجيع يعني وفي ظهري دايما، وحتى الفتره اللي انا لسه كنت بقول لحضرتك في الفاصل ان انا كان عندي اصابه قويه قبل البحر المتوسط دي، ما اقولكش ال3 شهور اللي فاتوا دول كانوا اصعب 3 شهور عدوا عليا في اصابه واول مره تواجهني. اصابه ايه؟ اصابه كان عندي في الفقرات انزلاق غضروفي في الرقبه، وكانت مأثره على عضلاتي الجنب الشمال كله، لدرجه الاعصاب بقى كان جاي لي ضمور في العضلات نازله، وازاي ان انا اقدر ارجع ده؟ كنت يوميا علاج طبيعي ويوميا تدريب ويوميا ارجع رغم الوجع ورغم الالام، ما كنتش بعرف انام. بس هي اصرار وعزيمه فعلا، وان انت عايز توصل ان انت تعمل حاجه، خصوصا ان كان في كاس عالم في مصر ما شاركتش فيه، وكان نفسي فعلا احقق فيه الميداليه زي السنه اللي قبليها. بس انا قلت لازم ادوس ولازم اوصل ان انا احقق. دوره العاب بحر المتوسط دي من الحاجات من الالعاب المميزه فعلا، الدوره اللي بستناها كل 4 سنين بتيجي.
فكنت حابب ان انا اوصل وان انا اعمل حاجه، والحمد لله عملت نتيجه يعني غير متوقعه لكل كل إصابات كل الحسابات كانت بتقول صعب عندك على الخشب الحمد لله. ايوه معانا والنبي يا استاذ الله يخليك انت كمان بس مش خشب قال لك انا بتمرن ده ايه ام دي اف او خلاص انا مسك خشب لقيت بس يعني خشب لا خشب ونوع دعمهم مفيد صراحه. لا ده هنا احنا مكلفين خد بالك. طيب يسري سيبك من مساله ان هو انت الخطوه المؤجله بتاعت الجواز وطبعا مع تشجيع قعدت عالي بانه الجواز يزقك لقدام وحاجات زي كده، لكن ساعات كتير بقعد افكر اقول الرياضه والبطولات وحاجات زي كده دي ما بتاكلش عيش يا جماعه، هو الرياضيين بيفضلوا ماشيين في السكه دي عشان ايه؟ ما نبدا بقى نشوف حياتنا ونطلع فلوس وننبسط ونهيص ونشهيص كلنا، بتفكر فيها ازاي؟ هي الفكره هي بتبقى اهداف. ايوه مثلا انا دخلت يعني انا ابتديت الملاكمه ما كنتش مركز فيها، انا ابتديتها 7 سنين بس انا ابتديت اركز فيها من مثلا من 2010 ابتديت بقى. انا مثلا كنت بقعد اتفرج مثلا بتفرج على البطولات بره، كنت بحب اتفرج على الملاكمه كتير، بدات اشوف اللعيبه بتاعه المنتخب بتاعه الملاكمه في مصر بيبداوا يحققوا ميداليات، علم مصر بيترفع، طب انا ليه ما اعملش كده، طب الناس دي زيها بني ادمين، طب انا وانا بلعب اللعبه دي من وانا صغير، طب انا لازم اوصل لده. فالعمليه كانت متلخصه معايا ان هي هدف، ان انا حبيت المشوار ده، حبيت ان انا اطلع والعب واكسب وارفع علم بلدي وكده. فاتجهت بقى وما شفتش حاجه غير الملاكمه بصراحه، مع اني ما كنتش بحبها وانا صغير، بس هو ممكن الدافع اللي خلاني احبها والله ما كنتش بحبها وانا صغير، يعني كنت بروح التمرين في الاول غصب عشان والدي والدي بس عايز العب ملاكمه، هو كان بيحب الرياضه يعني كان بيلعبني سباحه، لعبت العاب كتيره، بس هو بقى الملاكمه انا هو اللي حببني فيها. طب والله تحياتي يعني ليه انه جاب لنا بطل كده. يعني احنا كنا 4 بنلعب مثلا، كنت انا واخويا الكبير واثنين ولاد عمي، هو كان هو بيجري ورا الاربعه بس عايز يشوف بطل، انا شفتها في عينه، فانا مشيت في المشوار عشان هو مش عشان انا لو هرجع تاني مش هعرف العب. حبيتها وانت عندك كام سنه يعني؟ انت لعبت بالظبط من 2010 سنة. انا من 8 سنين من 7 سنين كنت بلعبها، بس 2010 بقى ابتديت اركز فيها، يعني حتى كان اول كلمه لما كان انا والدي بيسافر بره على طول رجع فبيقول لي وصلت ليه؟ قلت له انا ما وصلتش لحاجه خالص. قال لي ازاي؟ يعني قعدت تقريبا 10 سنين بلعب واخد شنطتي مش عايز ازعل بابا واخد شنطتي رايح النادي جاي من النادي بخرج يعني زي خروج. من اول 2010 لما والدي رجع من السفر قال لي عملت ايه؟ قلت له انا ما عملتش حاجه. قال لي ليه؟ ازاي يعني ما عملتش حاجه؟ وانا وديك بتلعب من 7 سنين رياضه، الناس اللي وصلت دي احسن منك في ايه طيب؟ بس ابتديت بقى احطها في دماغي، مش بكل بطوله كنت برجع علشان بس كنت انا بشوفه فرحان، بس هي دي الفكره كانت عندي بس كملت عشان كده جميعا. يا رب بجد انا سعيد فرحان فخور بوجودكم معانا، نورتونا وشرفتونا ورفعتوا راسنا، وعندي ثقه تامه كامله متكامله انكم لسه هترفعوا راسنا اكتر واكتر، وربنا يا رب يحفظكم ويكتر من ابطالنا اللي زيكم كده ان شاء الله. ربنا يخليك. زهران وحافظ ستايل حافظ ان شاء الله، حركه زهران موجوده، احنا كده كله في التمام. عايز اشكركم جدا على انكم نورتونا النهارده، الف 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 شكر ليكم، شكرا ليكم على حسن المتابعه، كل سنه وانتم طيبين، ولو كلنا العمر نتقابل ان شاء الله بقى. لا ده احنا هنتقابل في العيد، عاملين لكم شغل بقى ايه، شهيصه هيصه ابداع موسيقى انبساط سهرات، توكلوا على الله وتصبحوا على خير، سلام عليكم.